يسعد صباحكم متابعينا متابعين قناة 218. اليوم معاكم الشيف فدوى في حلقة جديدة، وحبينا نديروا طاجين بدنجال، وخلونا نشوفوا مكونات طاجيننا مع بعض. طاجيننا اليوم يحتاج شرايح سكالوب متبلة، مفروم اللحم، بصل مفروم، بطاطا وبدنجال مقليين، بزار وفلفل أسود، ملح وتومة. أول خطوة في طاجيننا لليوم هي شرايح سكالوب اللي بنتبلوها مع بعض بزبادي وفلفل أسود ومعدنوس وكركم وتومة وملح. بعد الخطوة هذه ونخلوها نشوفوا الدجاج تشرب معانا التتبيلة، بنغطسوه في الفارينة والدحي وبعدين الخبزة ونقلوه. توا نجو الخطوة الثانية متاع طاجيننا، نحط شوية زيت في الطاوة نخلوه يسخن، ونحط عليه البصل المبشور باش بنطيبو المفروم، واللي هي كيما عادية مكوناتها فلفل أكحل وكركم وفلفل أحمر وملح، ونخلوها تطيب وبعدين نوروكم كيف خطوات الطاجين بتكون. حطوا السكالوب يقلي، هذا المفروم بعد ما حطينا الزيت سخن ودبل البصل متاعنا، حطينا اللحمة شوحناها في الزيت، وتوا بنحطوا البهارات اللي هو شوية طماطم معجون، فلفل أحمر، فلفل أسود، كركم، وملح. ونخلطه خلط المفروم متاعنا، حيث الدباير متاعنا كلها تتجانس مع بعضها. بعد ما قلينا السكالوب متاعنا خدينا الطاجين وفرشناه بورق زبدة، ونحطه الخطوة الأولى في الطاجين اللي هو السكالوب، وبعدين نزلوا المفروم. من على النار